شفت بقى انك انت طعمك مختلف جدا، مش فاهمه زعلان لي انا، مش فاهمه اللي داخل عليا. لا انا بحاول اشرح لك الفكره دي. ما انا طعمي مختلف الحمد لله، بس الحمد لله في كل حاجه بعملها. مش هو عسلي اللي هو الفرفوش ده اللذيذ اللي كده يعني؟ لا ما هو انا مش كده، ما هو انا راجل انا راجل مزيكاتي تقيل في وجهه نظري يعني. ايوه بلعب بيانو تقيل، بفهم في الهارموني، بفهم في كل حاجه، وبعمل اغاني تانية مختلفه برضو، بس مش اللي هي مشعنونه ومفرفشه وكده. هل اللي انت بتقول عليه دلوقتي ده يعني موجود عند ما كانتش مفرفشه ولا يعني تبات ونبات اغنيه رومانسيه من الطراز الاول، وهي اكتر اغنيه نجحت ليا في حياتي؟ ايوه ما هي تبات ونبات دي، هو حد قال لك ان هي ما 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 اي كلام نص لبه؟ لا انا قصدي انت مغنيها في جميع افراح مصر يا ابني، ما شاء الله ده كل البنات اتجوزوا على بنات اللي انت بتقولها دي، ولسه ما شاء الله. لما نعيش في تبات ونبات الحمد لله. الحمد لله في اللايف يعني في الحفلات والحفلات والكلام ده كله الناس بتحبني جدا عشان بهيص الدنيا قوي. ماشي انا بهيص الدنيا قوي كل حاجه، بس برضو لما بغني الاغاني بتاعتي التانيه بالحمد لله بتكسر الدنيا. يعني عملت 3 ألبومات مع الاستاذ العظيم محسن جابر عالم الفن. ايوه ده انت اتصورت صوره على الشارع في الشارع فيش. كانت اول مره اللي هو انا ماشي بقى في الكوبري كده لقيت نفسي بقى عارفه من ميدان التحرير محمود العسيلي والدايره بتاعت عالم الفن دي، كنت هتجنن. طبعا حلم اهو هتجنن. اوعى تكون كنت عامل كده والحاجات دي. لا خالص لا خالص، كانت صوره وحشه قوي بس يعني مش مشكله. لا ما كنتش عامل كده، بس كانت صوره رهيبه. ابو طارق كنت ضارب ولا دي؟ لا مفيش ولا لا لا مفيش دول، بس لا شفت نفسي كده في الصوره. الصوره كان معمول كميه فوتوشوب مرعبه برضو. برضو خلي بالك الزمن ده كان 2006. 2006 ده لسه يعني احنا خلاص ده بقاله كتير يعني. بقاله قرن يا ابني، ده 11 سنه. انا اسوح. فشفت نفسي والدايره وبتاع ما صدقتش. ما كانش فيه التليفونات بقى تصور نفسك؟ لا لسه بقى. لسه كان فيه بس لسه بس الدنيا كانت. فالمهم بقى ان الثلاث ألبومات دول مع استاذ محسن الحمد لله نجحوا جدا وعملوا شغل كويس جدا. ولكن عيوبهم ما هو محسن جابر ما ياخدكش الا اذا كنت ناجح ومطقطق وفنان عظيم. الحمد لله. وده حصل، والنجاح كان حلو جدا، بس برضو الاغاني المصوره هي اللي بتنجح وهي اللي بتضرب. والاغاني الثانيه الناس كلها بتسمعها ولكن ما بيجيش الضوء عليها، فاحنا صورنا طررم. اول البوم ده كان طررم اللي اتصورت، وكان كليب تحفه طبعا ياسر سامي اللي كان عامل كليب، بس ضربت الاغنيه ضربه مش ممكن. طب يا جماعه، طب ما انا على فكره انا بغني تبات ونبات، واكيد في مصر تبات ونبات دي اكتر اغنيه ضربت في حياتي ونجحت قوي. برضو حسيني مجنونه وطرم، حسيني مجنونه وطرم، وهكذا. وكان المشكله في الماركتنج بتاع الالبومز ان انت كان برضو ديون، كان ساعتها نفس المشكله الموجوده في السينما، كوبي رايتس والقرصنه اللي على الانترنت والكلام ده كله. الانترنت كان طلعت سبقتوا السينما، كان دول خلصوا علينا، انتوا متوا قبل السينما بكتير. بالظبط. فاحنا كنا في مرحله الديكي، مرحله الموت. فمرحله الموت دي راجل يعني هيعمل لي 3 كليبات ايه من يعني هيشحت ويعمل لي 3 كليبات، فهو كليب واحد ويا دوبك الحمد لله وشكرا جزيلا عليه. فالاغاني دي ما انتشرتش الانتشار اللي هو كما يجب ان تنتشر. بس عايز اقول لك حاجه، دي مشكلتك زي كل المطربين. لا بس في مطربين تانيين كانوا بيعملوا الاغاني مثلا نكد ويصوروها. اغاني حب ويصوروها. بس عمره ما هيصور الالبوم كله، كل البوم ليه شويه بيقعد. انا بتكلم اختيار الاغنيه للالبوم اللي هو هيصورها كويس. نكد حب مثلا، يطلع اي حد يعمل حاجه. بس فانت كانوا بينقوا حاجات البومينج قوي بتاعتك ويسيبوا العميقة. ما هي واضح ان هي حاجات مختلفه خالص. محترم هتنزل اكيد هتكسر الدنيا. صورت انا تبات ونبات برضو رايح على فين؟ صورتهم. بس مجنونه هتروح منها، هتروح من مجنونه فين؟ والله العظيم انا لغايه دلوقتي وحياه ربنا بمشي في الشارع يا فنان الدنيا لسه مجنونه. يا ابني انت لسه فاكر يخرب بيتك. طب تعالى 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 ناخد اغانيك اللي انت حابب ان هي او كنت حابب انها تاخد الجلوري بتاع مجنونه ومش عارفه ايه، وده طبعا على فكره وضع عام طبعا، ونجحت برضو ونجحت برضو
ما انا بتكلم فستان الابيض دي مثلا اغنيه اسطوريه برضو اتغنت في كل افراح مصر الحمد لله رب العالمين. صلاه على النبي طبعا ما اسمها طيب ما وكسرت الدنيا وكانت اول اغنيه تطلع انت نازل اغنيه حمايه احلى حاجه فيكي اللي هي كانت عامله كانت في اجمد سبعة الساعه 7 خليتها هي نمبر 2 كانت فستان الابيض نمبر 1 الثانيه نظره عينيك نظره في عينيك نظره في عينيك وفي مش زي الافلام مش زي الافلام اول اغنيه اتعمل لها جروب على الفيسبوك كان في عدى ربع مليون واحد سنه 2009 انهي واحد اسمها مش زي الافلام مش زي الافلام ايوه انا فاكره الجروب ده ده عدى ربع مليون ايوه ليه 2009 عشان اغنيه كسرت الدنيا وكنت متخانق انا مع استاذ محسن عايز اسم الالبوم يبقى مش زي الافلام وعملت البوستر بكل الاختراعات بتاعته مش زي الافلام ومدي البصه دي كده وعلى شريط قطر ومديها غامق وبتاع ومش زي الافلام وعشان كنت عارف الاغنيه دي برضو هتكسر الدنيا وعايز اعمل بقى البوزيشننج بتاعي في حته تانية اسم الالبوم مش زي الافلام اوكي قال لي لا يا محمود هيبقى اسم الالبوم طول ما انت جنبي عشان دي الاغنيه اللي انت هتصورها والاغنيه دي هتضرب وفعلا نزلت وضرب ومش زي الافلام ضرب برضه عمل لك جروب على الفيسبوك سنه 2009 في ربع مليون واحد والاغنيه مكسره الدنيا لغايه دلوقتي بغنيها برضه طب فين عسيري مش زي الافلام مفيش عسيري مجنونه وطررم ويا ناس طول ما انت جنبي بلاقيكي تملي وش السعاده علي حبيبه قلبي ومعاكي ناقصني ايه طول ما انت جنبي عمال اقرص في نفسي كل شويه ومش مصدق بس دلوقتي احنا كل ده الحانك الحانك بقى يعني انت انت لحنت الناس وعملت شغل تاني بقى عملت البشرة دولة مش متحقق محسسني من اول ما عدت انك مش متحقق لا انا متحقق انت ليه مش قادرة تفهمي ليه مش قادرة تفهمي وجهة نظري مش قادرة افهم وجهة نظري ليه ظلماني ليه مش ظلماك قول لي هو انا مثلا بقولك ان انا مثلا ما حدش يعرفني في الشارع لا بس انت زي ما هم بيقولوا لي جوه انا طالع مع حضرتك في البرنامج انت ذوقك مش زي ذوق المنتجين ماشي طيب ما بس ده طبيعي ما المنتج دايما بتدور على الترن ما انا بعمل ده ما هو انا بعمل ده بعرف اعمله كويس ما انا عملت يا ناس دي الحمد لله برضه ما هي هلس ايوه طيب خلاص ويت بس وبتاع شغال ما بقول لك مكسره الدنيا وشغاله في كل حته في العالم اهو الحمد طب لله طب قولها لي يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس دايت بس من غيره دايت بس وخليك حلو كده خليك دايرديك عايزني افرط فيك بعدين نخش بقى يا ناس هاوس بقى مدام بعدين بقى دايت بس وهكذا وبعدين عايزني ازاي انا فرط في ضيعت انا عمري عشان الاقي رحت فين بقى عرفني الحب وايماني علمني اعيش واكيد مكتوب لي اعيش معاه حلمي اللي انا دايما بستنى ولو عشت يوم من غير ما القى ده ما يلزمنيش الله عليك يا محمود ربنا يخليك يا الله النبي حلو جميل يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس دايت بس من غيره دايت بس وخلي حلو كده خلي دايرتي عايزني افرط فيك عايزني ازاي انا افرط فيك ضيعت انا عمري عشان الاقي عرفني الحب وايماني علمني اعيش يا ممتع يا ممتع يا ممتع لا انا يا مجنون يا لاسع يا طعم اهو بس قول لي بقى مجنونه مش مجنونه طبعا لذيذه وحلوه وجميله وعبقريه كل حاجه يا حبيبي يا والله العظيم بجد
والله العظيم انت لسه فيك كتير جدا، انت قدامك بلاوي سودة هتعملها. طب بس انا هاخد الكلمة دي بقى ايوه ايوه يا محمود صدقني، انا ما بقولش حاجة هنا الا لما بتتحقق، لان عندي نظرة انا بفهم. طبعا حضرتك بتفهم والله العظيم. طبعا فبجد طعم جدا وجميل وممتع، والكلام معاك طعم والله. إيه مش عارف اقول ايه، كل حاجة هتبقى زي الفل قدام ان شاء الله. انا مبسوطة جدا ان انت كنت معايا، وانا كمان، وكسبتني في اللعبة بهدلتني. لا انسي بقى، بصي انا اللعبة رهيبة وما بهزرش والله بجد. لا بس انا وحياة امي ولا اعرف غير عالمنا ولا ليه، وبتاع امريكا ده عشان في شوية نجوم كده دي الولايات، وبتاع انجلترا بس اللي انا بعرف، واليابان باين. اليابان الدايرة الحمراء، الطشت الاحمر اللي فيها. لا نيلة في الجغرافيا بصراحة. انا الجغرافيا والتاريخ صعبة عندي، غلس. غلس بس الجغرافيا اغلس يعني. لا الجغرافيا دي انا كان عندي السافانا والهافانا ده اللي انا فاهمه. بس كنت بلون الجبال حلوه قوي. الجبال بتلونيها اخضر بقى ولا اصفر؟ اصفر اصفر، وفيها حته بيضه فوق لما نورتني يا محمود. انت اللي انا انت منوره دايما، وانا بعتبر ان البرنامج ده لما الواحد بيطلع فيه انه عمل حاجة مهمة في حياته. يا حبيبي حاجة مهمة بجد. ربنا يخليك يا حبيبي ويسعدك ويوفقك ويكتب لك كل خير يا رب. امين يا رب. ميرسي يا حبيبي، علي انا اللي ميرسي، وشكرا ليكوا كلكم. نورتني يا قمر. بنورك.